السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة شاحنات اسطوريه بتتميز بجرافيك خيالي وبنفس الوقت فيها تفاصيل كثير حلوه، بس مع الاسف اللعبه فشلت. انا هيك برايي، يعني في كثير ناس سحبوا على اللعبه وحتى المطورين كمان سحبوا على اللعبه، ليش ما بنعرف الصراحه. يعني قبل ما تنزل اللعبه كان في عليها صيت حلو انه رح تصير اللعبه حلوه وفي اضافات حلوه ومدري شو، بس مع الاسف هذا الشيء كله ما صار. فاكتبوا لي رايكم في التعليقات بالنسبه لهي اللعبه، واللي هي تراك سيميليتر برو يو اس اي سابقا، وهلا صار اسمها تراك سيميليتر برو 3. طبعا اللعبه يا جماعه بتنزل على الايفون والاندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوا اسفل المقطع بصندوق الوصف. حاليا مثل ما شايفين في معنا حموله، رح يصير الدنيا ليل، رح نركب بالشاحنه نوصل للحموله تبعيتنا ونطلع على الطريق، واذا لقينا مكان ننام فيه ان شاء الله رح ننام مشان يطلع النهار مره ثانيه. فان شاء الله يعجبكم المقطع، اتمنى من كل تأثروا معنا، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تنسوا اللايك اشتركوا في القناه لتصحوا تشوفوا كل جديد، وتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف. والله يا جماعه بترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. والله يا جماعه مثل ما شفتوا ركبنا الحموله وربطناها، وشفتوا شلون يعني الوضع شلون بيصير وقت اللي بتنزل من الشاحنه وبتركب، فكتير تفاصيل حلوه بتصير صراحه. بس مع الاسف يعني اكتبوا لي في التعليقات هل برايكم اللعبه فشلت ولا لساتها مسيطره ما بتلعبوا فيها او هيك. فصراحه كل ما بدي اجي اصور عليها بتلاقي يعني بتراجع، ما بعرف ليش، بقول لا اللعبه يعني مميزه بطا وكذا. بس هالمرة شجعت ونزلت لكم هالمقطع، إن شاء الله يعجبكم. طريقنا حاليا شي 300 كيلومتر، رح نحاول نمشي بسرعة مشان ما نطول المقطع كثير وتستمتعوا في المقطع كمان. رح نحاول إذا لقينا محطة وقود أو مكان ننام فيه رح ننايم السائق مشان ما نقضيه على طول على الليل، يعني شوي نستمتع في الليل وشوي بالصبح، عرفتوا؟ إذا موت طبعا في قوانين كثير صعبه باللعبه، يعني مثلا اذا كان استخدمت الريتاردر ما بصير، ممنوع بالمدينه. اذا كان خبطت سياره بخالفوك، اذا كان مثلا قطعت اشاره بيخصموا عليك فلوس كمان، يعني كثير اشياء لازم تصير غير هيك، مو كل هالامور هي يعني تصير، عرفتوا كيف؟ يعني يا دوب عم نحاول انه نرفع الليفل تبعنا في اللعبه وبنفس الوقت نجمع فلوس، لاني مع الاسف لحد الان مستاجرين سياره يعني، وهي خلص الوقود كمان مشان تكمل معنا 1500 اذا كان بدك تعمل مساعده. طيب عبونا مازوت، هلا ضغطت عليها مشان تكمل معلم. يعني اذا كان بدك تشتري شاحنه في اللعبه او مقطوره يمكن بدك تشتغل 100 سنه لحتى تقدر. شوي امور صعبه صراحه. مع انه في تحديث جديد كان على اللعبه، التحديث هو عباره عن اصلاحات اخطاء وهيك شغلات، يعني ما في شيء جديد. تمنيت يكون في اشياء تتعدل، مثلا تركسيون الشاحنه ما بعرف اذا بتلاحظوا عليه بتلاقوه هيك كثير مايل، يعني لو يعدلوا لنا اياه غيروا لنا يحطوا لنا غير تركسيون يكون افضل. وبنفس الوقت الفريم تبع الشاحنه يا جماعه كثير 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 ضعيف، يعني يمكن بعد ما تخبط وتساوي 1000 حادث هذاك الوقت بتهدي الشاحنه. من زمان قلنا هالحكي هاد بس مع الاسف ما تم التعديل عليه. يلا كله خير، قلت اجرب اللعبه بعد هالفتره الطويله. لحظه شوي، كاني قربنا شوي على مدينه هون او على شي مكان. في شي ها هي هي اوتيل، شايفين في عنا حرف الاتش اوتيل هو غالبا. تجيني حلو اوتيل، رح نجي على الاوتيل نيمه للسائق شوي خليه يرتاح، خلي تهدي الشاحنة. الله وكيلكم ذبحتني وهي ما عم تهدي. هدي 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 كرمال الله، هدي ما عم تهدي يا جماعة. خلص مالنا غير دوس هيك. وين راح نوقف الشاحنة يا ترى؟ راح ندخل هيك يعني؟ ايه ايقاف المحرك، هي ايقاف المحرك، تضغط راحة. ها من هون تختار ساعات النوم اللي بدك اياها. طيب نحن رح ننيمه مثلا 8 ساعات، شو رايكم؟ حلو. يا عيني عليك، طلع النهار وصار الوضع باللوز. طيب ورجينا الشكل الخارجي. ها؟ شايفين؟
شيء حلو. بس طلع وين دخلنا؟ دخلنا في الزرع، دخلنا في الدنيا، مدري وين. طيب شو راح نرجع هلا؟ خلينا نشغل مباشرة ما نطول، ميل هيك هتريوس، بسم الله جاي يا مدير، بسم الله ان شاء الله ما ناكل لنا شي مخالفة كمان. يلا 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 امشي يا حبيبي امشي يا زلمة، اذا خبطت بوتات كمان بيخالفوك، شو هالقصاي؟ وقف 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 يا حبيبي وقف، ما بتوقف الشاحنة يا جماعة، والله ما بتوقف. شلون راح نوقف الشاحنة؟ شو هالقصاي؟ يلا لبين ما تمشي الشاحنة بكون أكلنا مخالفة. الحمد لله نيمنا السائق، صارت الساعة 9 حاليا في اللعبة. حاليا انا خايف في الازرار، يعني عملكم هيك بس مورجيكم الشكل المحتوى اللعبة، عرفتوا كيف؟ ما مورجيكم الازرار تحكم هالشغلات هي. برايي هيك افضل، ما بعرف اذا كان هيك عاجبكم الوضع ولا لا، بس بالنسبة لي هيك بحب يعني اعمل يعني تبين الشاشة فقط المحتوى اللي عم نلعب فيه، عرفتوا كيف؟ ما يبين التحكم. اكتبونا رايكم شو بتحبون نعمل. طريقنا يسار ان شاء الله تهدي الشاحنة، يعني عم بحاول اسرع بس عم بخاف لا نخبط لنا في شغلة وناكل مخالفة. تفرج يلا 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 يلا، طول 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 طول، ايوه يا عين عليك، بسم الله وضع باللوز. رح احاول اسرع بدون ما نعمل حوادث. حاسس لكم رح يصير حادث هلا، حجمه هذيك الحسبة 400 دولار معلم، كان 400 دولار مخالفة. يلا خصم خصوم لله، بنشوف ايمت رح يخلص هالخصومات هاي. حسس لكم الطريق كله يمين يمين يمين، ما في ما تمشي، بس عم نلف على اليمين، عم بدعس على الفرين قبل ب 10 كيلو متر. الله وكيلكم، يعني ها يا دوب انها عم تهدي، لازم يحطوا لها اي بي اس. الله وكيلكم، يلا بقينا شي 20 كيلو متر ان شاء الله وصل بالسلامة. كأني قربنا، طريقنا هلا على اليسار، كأني سمعونا قبل شوي قلنا بس على اليمين على اليمين، هلا صار في على اليسار. يلا ان شاء الله ما يكون في اشارة مرور. ويلي 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 ويلي، هدي 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 هدي، كرمال الله هدي. ايوه لف لف يا حبيبي لف، يلا وين الشركة؟ الشركة قريبة مبين عليها 10 كيلو متر. يلا يا معلم وين المكان؟ صراحة الجرافيك حلو ووضع اللعبة حلو صراحة، بس يعني مثل ما حكينا فيها كثير نقص وفيها كثير شغلات بدها تتعدل، يعني إذا ما اشتغلوا عليها جدي حربي معلم هاوصة. فأنتم شو رأيكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل بتلاقوا اللعبة بتصير ولا خلص انتست؟ يلا افتح يا مدير افتح افتح لنشوف. هون عم بيقول لي بدك تصفي الشاحنة ولا شو بدك تعمل؟ أنا برأيي إنه
نعمل لون اها صفه هيك، وراح نصف لهم اياها للشباب. تعالوا نشوف. هدي 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 يا ويلي، ما عم تهدي لك، هدي كرمال الله. نحط ريوس، ما عم تنحط. شايفين شو قد التريلا طويلة؟ أطول من حياتي. خلاص وقفي 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 يا زلمة، ما عم توقف. خلاص وقفي هون، خلاص كرمال الله. ها عمل له فصل التريلا، فصل المقطورة. غالبا لازم طفي وننزل بالشاحنة، شايفين؟ مشان نفصلهم إياها، عرفتوا؟ في عنا هلا أول شي نشيل الكبال، وفي عنا ننزلهم هي، وفي عنا هون شغلة لازم نسحبها. تقريبا إجمالي 3792 على هالحمولة هي، يعني برأيي شوي مبالغين يعني بالسعر، لازم كان ما يعطونا، كان لازم ما يحاسبونا ابدا. فمثل ما شفتوا يا جماعه الخير، هيك رجعونا للوبي. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، اكتبوا لنا رايكم في التعليقات مثل ما حكينا لكم. وهلا يا جماعه الخير، بتمنى من كل التوصل ما نوصل لرسول الله محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تنسوا من اللايك اشتركوا في صدر جسد صوتكم كل جديد، وهم مش لازم تعالوا اخونا في غزه، وتابعونا حساباتكم الجديده بصندوق الوصف. وهلا يا جماعه بترككم بامان الله وسلام.